الخطوط المقاربة الرأسية. خذ المثال التالي: جد الخط التقارب الرأسي لـ f of x يساوي 1 على x زائد 2. إذا كان الاقتران هو عبارة عن كسر، دائماً ابدأ بجعل المقام يساوي 0، يعني x plus 2 equals 0. حل هذه المعادلة فنحصل على أن x يساوي سالب 2، وهو خط التقارب الرأسي. خذ المثال التالي: f of x equal x square minus 9 على x square minus x minus 6. قم بتحليل البسط وتحليل المقام. عند تحليل البسط نلاحظ أنه يتكون من x minus 3 ضرب x plus 3، وكذلك المقام x minus 3 ضرب x plus 2. في حال وجود قوس متكرر أو عامل متكرر، قم بإلغائه. ينتهي الشكل إلى x plus 3 على x plus 2. الآن بما أنه أصبح كسر، اجعل المقام يساوي 0. مرة أخرى x plus 2 equals 0. x عند حلها x يساوي سالب 2، هو خط التقارب الرأسي لهذا السؤال. خذ المثال التالي: f of x يساوي x plus 1 على x plus 3 ضرب x minus 2. دائما المقام يساوي 0. عند جعل المقام يساوي 0 يظهر لنا حالتين: الأولى x plus 3 equals 0، وبالتالي x equals سالب 3 هو خط التقارب الأول. x minus 2 equals 0، عند حلها x يساوي 2 هو خط التقارب الثاني. شكرا، انتهى الدرس.